لازم تكون المعارض هذه المنفذ الوحيد خاصة في الحالات هذه اللي نجموا نروجوا فيها البضاعة بتاعنا، رغم معناها تشوف اقتصاد البلاد وتشوف الصناعات التقليدية خاصة معناها تعبة برشا بعد كوفيد. المعارض صحيح ما كانش كيما قبل، قبل كنا نخدموا بالكدا، أما توا مش بنقولوا تعبين، لكن ما بيرجع تحيلة معناها على الأقل نخرجوا شوية السلعة بتاعنا باش نلقاو الحوض على الخدامة اللي عندنا، باش نجمو نتصرفوا نعاودوا نخدموا نعاودوا ننجو. وإن شاء الله احنا نقولوا كان ربي يعاوننا، وإن شاء الله نكون الماتير بتاعنا زاد المواد الأولية راهين فيها صعوبة برشا، خاطر ما كانش كانت ديما موجودة، توا ولات ديما مفقودة والغلاء، باش معناه ما نكلفوش القطعة اللي ولات ثمينة معناها ما يجيبش يقدر عليها المواطن شبه العادي. كل شيء بيدينا في الاتوليه نتاعنا، نحاولوا نخرجوا شويه على المألوف معناها في الارتيكل نتاعنا، نحاولوا نبعدوا شويه على الارتيكل الموجودين واللي معروفين معناها واللي تعودت عليهم العين. هذه اول مشاركه في معرض الكرم، نجم نقيمها انها شوية متوسطة معناها. تجي المعرض تقول برشا زواد برشا يجيوك يشوفوا، يقول لك الصوم برشا يعني قليل باش تلقى يعني اليوم معناتها اللي باش يشري معناتك ويقدر الخدمة بتاعك بالظروف الصعيبة هذيا الكل، فهمت؟ واحنا ما نجموش يعني رقص، قد ديجا المواد الأولية غالية، وأنا أغلب المواد نتاعي نجي فيها من ألمانيا، نسافر برشا ونجيب السلعة نتاعي أنا باش تبدا يعني السلعة نتاعي بيرفكت. وهم يقول لك غالي وشنو، مي فما العباد اللي تقدر الخدمه والتشي، وفما الاخرين شويه شويه كو علينا، هما برشا عليهم واحنا زاد نحاولوا نقدروهم، مي ما نجموش اكثر. المعرض هذايا نسميه نخدموا في المعارض، اما كثروا في المعارض باهي، فهمت شو معناتها المعارض؟ اللي انت كسناي يلزمك باش توري الوجه، خاطر نحن صناعيه مانيش كيما اللي عندهم مثل الحوانتي، هذوك يتسميو كوميرسون. فرق ما بين الكوميرسون ما بين الارتيزون، هما دخلونا في مع الكوميرسون اللي كنا نحن نخدموا ننجو. عملنا اول خذيت الجائزه الاولى في الابتكار تاع صناعات تقليديه في النقش، فهمني؟ حبيت نلفت انتباه الحكومه وواحد راهو البرودوي اللي قاعدين نخدموا فيه راهو قاعد يغلى كل شهرين، يزيدونا فيه فهمني، لدرجه انه توا حتى عنده يمكن شهرين ما فماش تفقد النحاس جمله واحده فهمني، وغلى ياسر، لان حتى الحريف اللي يجي باش يحكي معانا مش نبيعوا له قطعه يستغلها ياسر. كنا قبل عنا الارتيزانات تعلم وتكون فهمتي التلامذه ونخرجوهم، انا واحد من الناس خص من الارتيزانات فهمني، عروفاتي الكبار فهمتي اللي توفى اللي ما عادش ينجم يخدم يعني بقينا نحن اربعه خمسه من الناس، يعني اذا مش نبقاو هكايا راهو ما عادش باش نلقاو حتى سبق معاه وحتى منتوج. Thank you.